السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لعراك يا علي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح الكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا الليندي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب. اللمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الوصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدري عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كلتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 سليبي. الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. بيخطرف يا رجال. إيه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. أرفع الحمد لله على السلام. تمام. ده أنا دغدغكم كلكم. أنتوا بتضربوني؟ عايز إن أنا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليب. أنا هتقوم أجري أوريك أنت. أنت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو إيه اللي حصل يا سليب؟ والله فاكر يا فتحية. والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حمد لله على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد بعيد الشارع عليك يا فتحية. صدقني اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا وفي حنيه كده وودن يعني دنه. قول لي انا خاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت وده دي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم؟ لا يخد بالك بزيد يا عم. استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا. وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا. وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره.
السليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرك بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرج ده. رجاله الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتاد، وان كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز انا هخلص عليك. خبر ايه يا حضره العمده؟ اهدي مش كده، ساعه الغضب العقل بيذهب بيروح. وانا هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رايي؟ اخرس انت هلا وحط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل، هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه، افتح الباب يا خيخ. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبوله منك يا سي هريسي، مقبوله منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمده على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه. فهمني، من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابه للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمه الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حاطط يدك في يده. يعني اني اني ايه ده؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمده معفن، عمده هزق. انت واهلك اللي هدوء وعيله واطيه. ولا علوان طخ الواد ده عيارين عديم الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ يا تجده يا في امك. يمين بالله ثلاثه بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقه بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة التلات يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكم بسنانهم ويقطعوكم نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينه مصديه وهاتها عشان احس بيها رقبه الكلب ده. سكينه ايه يا عمده؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. اخصي عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكره دي. الحمد لله على سلامة يا سعيد. سلام عليك. الحمد لله على سلامتك يا نيم. ألف سلام عليك. خلاص تمام، لحد يجي تاني.
غفلت خلاص. بطيلة يا اختي انتي وهي، يلا وعونا عرض كتافكو، يلا ماشي يا فتحي. مع السلامة يا اختي. يلا يا اختي يا هلا. واكبر اختي شوية وفي برضو. والنبي يابا علقي لي على براد الشاي عشان اعمل كوبايه الشاي لسليب. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروحي اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه بس. عيلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي فعنيك، بحس ان في مصيص من الامل جاي في سفينة. ميه كفايه ميه فاهم ميه فتحية. لازم اني نزل الحراري. حرارة ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمان نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي بلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قربي مني. احترم نفسك يا سيدي. ماشي خلاص قربي شوية كمان. حلو كده؟ يا ريت بالراحة. العيلة دي أب عامل نفسه نايم وكأنه جاي له غبوبة السكر، وأم بتجيب شان المزارع كينيا، وبنت قابزة على رجل. بتكسفنيش يا سيدي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي، خليك معانا يا عم الحج وأنت نايم كده. ها بص بقى، أنا فكرت في الفترة اللي أنا كنت نايم فيها. يوه بتفكر إزاي وأنت نايم؟ بتفكر إيه؟ بتفكر إزاي وأنت نايم؟ أيوة. طب أنا يعني هضيع وقتي في إيه وأنا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. عشان نعمل ايه؟ نتجوز. الف بركه. ده كمين ده ولا ايه؟ اسمعيني بس يا بنت تدري، الكلام اخد وعطى. انا هتجوز البنت اللي اسمها فتحيه ديت كوعاء ليس الا، تخلف الواد ويبقى باسمك. بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. اني عارفاك، اني خبزاك ووكلاك وهضماك. اطلع من دول يا عمده هشك بشك. ايه ليه ده كله يا بيه تدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك العز والأملاك. بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والأراضي والمواشي دي كلها هتروح لمين في الآخر؟ لأخوي ابن أمي وأبوي حيورثني، وهي دي صلة الرحم. لا فلوسنا لا، أرضنا ما تخرجش برانا أبدا. يعني أني حبقى أم الواد وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعني؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي علوان؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمده، الاهل البلد عملوه زعيم. سلمبي
واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايه يا عمدي، بطايه البلد، فتحيه بنت حسان يا عمدي. يا فتحيه ما تمت خدها اللبي وطار. يا اهلا يا زعمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبيبنا. أهلاً 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 وألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا لقيتك اتأخرت، المفروض إن أنت كنت تيجي تبارك لنا، ها؟ وبعدين اتأخرت فقلت بقى لا، قلت روح وأنا جاي على هنا بقى أنا والناس والمعازيم كلهم ونيجي بقى عنا. أنت أبوها بقى، ها؟ مسكينة ولا إيه؟ يا أهلاً وسهلاً بيك. إحنا خلاص، إحنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى أكل وعيش وملح وعيشة مع بعض. ده انا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ اللي بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي حط ايدك في ايده يا عمدي. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى، لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب، الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسو ناس ألوفات. حبيبي الله يكرمك. سألت رب البرايا يحرسك من العين. الحر عند اللزوم تلقى وراه الوفات. الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، وهو دعانا لفرح وجينا يا حبايب. يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب، اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد. يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش، خليك صاحي يا عريس ما تنامش، الليلة من عمرك ما تتعوضش. خد من العروسة يا جميل واديها، خد من العروسة يا جميل واديها، واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش.
اسأل عروسك تلاويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها. اسأل عروسك تلاويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها. سمي ومن عين الحسود ارقيها. سمي ومن عين الحسود ارقيها. بنت الأصول بالمال ما تتقدرش. بعد السلام قدم له ألف تحية. انجي أبوك من بدري في الصباحية. بعد السلام قدم له ألف تحية. سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله. ونعم بالله. قال لي يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط؟ يعني هوان أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة الست الكمل اللي عايشين بخير اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما؟ حقا يا بنتي لو حصل هحللك بقي. انا حلاوتي ردك عني يا ست الكل. انا هبقى ست الكل صحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش. سليبي انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير نوب العواف. والله يعافيك. بعد جسمه مكسر جامد قوي. الله قولي يا سليبي. ما عملتش الاوضه لسه. فداك يا سليم. فداك يا سليم. انا قولي هو ايه دي؟ ايه دي يا سليم؟ انا ده الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس من الموروث. ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد حمام وانت
حضر الفطور كده. اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شو ايه؟ ريقك. والله افطر والله هعمل جريمتين. ما عندهاش الاوضه بس اسمها كنز شويه فانا مش واخده على كده. ماشي انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجه. بوز او بانجه؟ يا بنت المطعم انت عارفه انت عسل غير ما روح قوم انا عشان ده يلا قوم وانا احضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه يا عسل انت يا بنت على مهلك على مهلك يا سليب. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه يا سيدي؟ لا تجيبني يا سيدي يا سيدي يا بنت انت يا بنت ما تسكتش معايا يا سيدي يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سيدي ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود زرادة عادة هنا عادة يزوق برجلي ازوق؟ اسحب ولا ازوق؟ ده زوق ده زوق برجلي ايوه زوقي زوقي بنت ايوه بلوسن نايلون نايلون على شبه تركات عيلة تيها تيها أولاد الحلال بلوسن نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جمع بدوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة خوخي جمع بدوخة واللي لقيها للقيها يطلب لها بالحال أنا أبوك بيك أنا جدك إيه يا سليم؟ البيت ده والجبنة دي شفت لد الهنا والشفي لازم الواحد يتقوت وهو بياكل أبال إيه؟ مش في ماشي مش في بكود شفت البكود يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده مش عارفه يا سليب هاتلي التسكته من على البلاصه كده يلا سليبي ايوه يا ده هات التسكته يا بنت هاتي يا سليب يا اختي عليكم على جمال امر امر ايوه مظبوطه في النص ها ايوه جايه مين انا علوان يا سليبي عايز ايه ده هو انت بتاكل ولا ايه قوم يا بنت جوه قوم يلا جوه يلا يلا انت جوه كلام الفاضي ده عايز ايه يا عم عدوان؟ مش انا اللي عايز، كلام العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت مهاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. امال ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي، قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجة لا انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده ايه؟ طب خلاص على العموم العم ده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي طب خلاص خد البيضة دي امسك البيضة دي ايه دي؟ دي رشوة انا كده وش صريح يعني طب يا سليم دي خد البيضة وقول له ان انا جاي في ديلك ما تتأخرش والنبي يا سليم لا والله تعبص في ديلك هتلاقيني على طول ما تجيبليش التحسين يا سليم دي عيني يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحسين تاني يلا روح انت انا جاي خلاص يا سليم دي اكيد فوتك بعافية مع ادفز يا سخرارة مع السلامة عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس بقرص توحى اخرج يا سليبي تعال يا بنت تعال كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح انت بتصنط عليا يا بنت ولا ايه بش رجلي بش رجلك بتاخذني ده كان عايزني كده وانا بعدين بروح في الوقت التاني مش مهم يتحرق يولع ليه مش انت يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص ايه والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده العسل والشهد المكرر ده نساني كل حاجه يا سيدي احنا في الصباحية
ايوه بدي. شفت امبارح كانت عامله ازاي الليله؟ شفت النطه اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك مرجعها اوريك النمره الثانيه. طب يلا روح له بسرعه. هو تاكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك ها؟ فبقت لي استاذنا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامه عندي. بلاش نفهم في الاصول. بلك انت العبد دي بين اهل الكرب ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين وانا حته لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمه. واحده واحده بقى عشان افهم ام الكلام ده واعرف ان ام الحرف ده بيخرج بيخبط في انا حته. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين وانا حته لحب حبر. هي اللحمه الحبر انا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم باله كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجه خالص. انا هروح له بقى ها؟ يلا روح. وانت جهزي نفسك. هدعي لك. اعملي اكاوي وكوارع. هتلاقيني نازل من لما. ده انت هتتعطلك. يا سليبي. يلا قوم. روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سيليبي. ايوه ويخليك لنا يا حضره العبد. ويوفقك يا سيليبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقره وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سيليبي وترجع لي بالسلامه يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سيليبي. يا رب يا سليم. يلا يا سليم. يلا يعني ايه يا عمده انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان النمب اتقلب من زودياك في الطياره ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. اه يا منافق انت منافق انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قلق احنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص ما ترمي من الطلعة يا والي. الله مش هطلع انا يا جدعان. يا جدعان في شرع مين؟ خليك معايا انت بوحد ده في شرع مين ده ولا في انهي فلة بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لما اخذ دراعك بس يا جنب الامور لا اكون مفرغ الفلفل ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يتقن مني يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي فتحية بنت حسان طالق مني. ربنا يتقبل منك يا عم بحاجة. يلا 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 حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خذ مني بحال ربنا يكبر وشوك يا ابو سلام يا حسب الله ونعم الوكيل فيك. دي جايزة شطارك يا بنتي يا قدر. ماني لازم اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بيه عشب ابليس في الجنة. اخصى عليكي. فتحكي لنا يا بنتي يا فتحية ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجة خليكوا كده على نار. بقولك يا بنتي يا فتحية ما عندوش ابن عم ابن خال اخ ده انا حبيبتك. لا يا اختي بقطع بيت شجر. طب خليه يشوف لنا ثلاثة فندية اصحابه يكونوا نفس القطعية. او النبي يا بنتي يا فتحية لحسن انا خايفة ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي. هكلبهولكوا بس على شرط يكون شبهه كلامه مفكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون
في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير بين غير جواز. حكي بسليبي بفيش بينه. العواطف بتحيه رايح فين يا سليبي؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص، يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كفالة الشر؟ انت ما بديش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليلة الدخلة؟ امبارح كنت تحليلي، انما النهاردة ما تحلليش. تحلليش؟ بالك يا سيلبي. لا انت طلعني لهنيك. يا حبي! وطلعتني؟ انا كنت هتهدي بالسلاح. ياه! عاجبك يا بوبيتي وهي؟ عينيكم بالنوار؟ يا بشبتك يا فتحية! يا فضيحتك يا بنتي يا فتحية! والله أنا وافقت بس كده، يعني نستنى بس وافقت عشان هو عشان بقى أفكر بعد كده هعمل إيه. أنا بقى مش هسكت والمصحف ده هسكت بقى، أنا هولع في البلد دي، أنا هقطع الشجر بتاعها وأسد الترعة وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقة كلها. اظهرلي وش يا حمزة ووريني شكلك عامل إزاي. يا انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على بتاع ايه؟ لا غور يا الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك بالطوب يا مجنون. غور يا ولد يا مجنون. غور يا تكتهي. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ أنا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك أكل، ما تخش جوه. أخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي، ها؟ وتغندري وجهزي الليلة بتاعتك دي ليلتك. ليلتي؟ يا عروسة! يا لهوي! بس يا قمر، قمر يا ناس، قمر، قمر. البنت دي وزه، وزه ده يا عمده، دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوزه؟ انت تتكلم في الجاموسه، في البقره، في الغربه، ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجاله، دي طلقكم مراتك بالقوه. حق بطرودة واسمعودة. طب ايه يا عم الحاج، هو انت كل شوية مقضيها لي الغاز؟ اللي بطرودة وحلقودة؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار، خليني طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله، واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد، انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار، ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه، لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم هفرجكم على العمدة ده، هخلي وجه الأرض كله يتفرج عليهم عمرناطة كده في قلب الأرض، هتشوفوا. هتعمل إيه يا سعيد؟ اللي هعمل إيه؟ أنت هتشوف الليمبي هيعمل إيه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيدة زينب، وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجعنا وحسن أبو خد كبير، ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليمبي. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب؟ يا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه، انت احسن حاجه تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه يا الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم، أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي بلوزة اللي هما بيلزقوا بيها الإعلانات في الشارع على الحيطة دي. إعلانات؟ أمال إيه؟ الحب مش بالعافية. تترجفي للمهجور، فاطمة بتترجفينيش. أنا هو انت خطيبي؟ طب
حبيبي. ساتر يا رب، يا عيني عليكي يا حبيبتي امي، ما لحقتيش تفرحي بجوازك من ليل دي. مالي يا عمال، مالي عمال يصلح للارض علي. يا دي علوان، فين الزفة يا ولد؟ ايه يا بلد، مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسه، دبت نملة زقزقت عصفورة، ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر، خصوصا في الليلة المفترجة دي. فاهمين يا حوش؟ هو فيه الحوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطايه فاهم يا عمده، فاهم. غرقتك ده يا فمك غور يا الله. وانت يا اختي بتتحسوك ليه يا بنت؟ انت يا روح امك، انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها انا عايزه ايه؟ لا صحيح، في ايه يعني؟ تعالى يا عمري. وطي صوتك. طيب تعالى. ايه بلمي عند الماء بالراحة. خير يا نور عيني. خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا لا لا، الزفة خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفة ايه الاجراءات يعني؟ انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة، فيه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني وانا بخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضة يا عمدي. ليه؟ هي غارق؟ وطي اللمضة. حاضر يا بتدر. ايه العجلبيتك يا عمدي؟ اغسلي الشر يا مقتدر. ايه العجلبية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمده مرضه مني الليله، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمه تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبه تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار.
العروسة قال. والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي فتحية سليبي يا حبيبتي حبيبتي يا طلحة، ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي الحمد لله الحمد لله اخيرا يا فتحية القدر جمع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي، اخيرا اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حضرت فتحية انا قول قول يا عيني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه تعال شكرا. ايوه تعال تعال شوف تعال شوف اكل العروسة، الاكل بينادي اكاله كل ما تحكي سليبي. الحمد لله ربنا بيقطع من هنا وبيمسل من هنا، الف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيب ايوه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه في ايه؟ انا رحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى، الخيرات ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه واقول نعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي، هو ده كنز. يا بصيبتي يا بصيبتي يا فتحي نهار كسوت يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيبتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي، انا أنا سألت واستقصصت، سألت واستقصصت على علاقة احنا الاثنين، المفروض إن احنا متجوزين بعض من سنين أو من زمان أو يعني من يومين، فاحنا مفيش. أنت تحلي لي دلوقتي يا بت، أنت تحلي لي، والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني أنا دلوقتي عايزة يعني أنت شايف كده يا سليبي؟ وأنا شايفة ده كده، ده أنا هعمل ده أنا هموت. إيه بت؟ إيه؟ إيه بت؟ يا حبيبي انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابوع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى، لا صاحي طبعا. خلا حضرت العمدة، وهاتك عايز
اتنين لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين خيارة. خيارة؟ ايوه. داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحة. حياتك بقى زودت الاوردر عشان خاطر صحي تعب المرة تفطر معانا، أنا عارف إنه ده راست أوردر. أهو اطلب بقى أنت عايزة إيه؟ أنا نفسي في ما هو قال لي يا أختي وهو طلب مني شايبة حليب وبقسمتين وخيارة، إنما القتة عليا أنا. ده أنا حصرف من دمي يا فتحي. اثبت يا عم الحاج، اثبت. إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي، مراتي وانت واخدها مني غصبانية، ومن ساعة ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي، يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس، صباح يا بركة يا عمدي، اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شوية. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رأيي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي، ها؟ وتقول لهم مشكرين جدا على العار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمده انت خلاص بقيت مغروس في العار، انت بقيت بتعوم في قلب العار، نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفايه كده يا سليبي، الراجل ده برضه في بقى ابويا. شايف انا نعمة اصيله البت دي والله، بسون العيش والملح والله. بحبك يا سليبي. وانا يا بنتي بموت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيب بوته بقى. يبقى يا سليمتي. هذا الموقف يسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح، اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى، مش كفايه عسل باقي؟ هل رايح وراجع، ما تتحركش. انا خرجت فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تخرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي، انا مش فاضي. انا ايه ده؟ بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا، بس راجع لك. حاضر. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. ده عمل لي حنوبه على صدري. انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سليبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سليبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيا مباركه يا عمده. خليك افشل افشل جن، خليك افشل جن. حسني هيكفي على وشي يا سليم كده. حلو قوي. بسرعه. اللي جابك الحته دي هنا؟ مش عارف انت جايب ايه. بسرعه يا سليم، زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر. يلا انا مهلك على مهلك يا سليم. طب اخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي، يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي. انت ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع اللمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت، لازم تداري على عارك يا عمدي. يوعى. لا دي كده زاطت ولعلعت وانجلت واتنفخت. مش العمدة اللي يلبس الخازوق ايه؟ ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل كليله. ايوه انا عارف، الفلاحين هم اللي اول وادي الجربوع اللي اسمه لمبي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمدة. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونأدبهم يا عمدة. انت هادي على الواد. ايوه جلابك. يقفلوا عليهم الهويس
وعطشوا الزرع وبوروا الارض. حاضر جنابك يا عمدي. يسلم فمك يا عمدي. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم. يلا يا حيوان انت اتحرك، خد الغفر وروحه، عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمدي، انت لسه عامل فتاة، عرقك هيضيع منك يا راجل. مالكش دعوة بعيني. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي، مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى، عايز اقعد لوحدي يا ناس، عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يما، يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا غويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز، بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه، مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده، عشان دي كلنا كلمة. طب واخرتها يا رجالة؟ سبحان الله يا سليب، بالكاركتة جاية في بعدها. اما دي كل حاجة مدروسة ومتخططة. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوة. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف، بعدين انا كل اللي حصل بينه وبينه انه قاعد معي وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص احررها. وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف هو الراجل ده اصلا بلوش، ما بفهمش الراجل ده. مش كتر خيره، ده بدل بتقوله بوشاكرين. قول له ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. قول له ايه انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحميتك؟ ايوه. الناس قاعدة كده ليه؟ مش عارفة يا سيدي. أما الناس بتسوق جمعة ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام. وانت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجاله، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي، ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. يا حلاوة النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجالي لازم نمشي ورا زعيمنا. تعالوا ندور شويه الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين. ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته ده قافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى. وده انت وسطين اهو شايم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحتهم بعفدي. يا هلو بن شوي. لقد حينت اللحظه والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. على ان ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم واخد يعجن. صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الويقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. نستبزه. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه، اختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه. هي بتبتدي بالاستبزاز. ايوه. واخد بالك وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه صحيح. ايوه امال فضلت حي. ادي هنا يا سيليبي. ايوه. البلد محتاجالك. ايوه حاضر. خلص. انا هحاول اقول اكتب لي من البلد. اسمعني بقى. يلا يا سيليبي. ما خلصت بقى ترد قوي. الله.
يا هذا درشواي العتيقة. ايوه يا هذا درشواي الكئيبة. ايوه لقد حينة اللحظة اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ لان اللي مالوش قديم ايوه مالوش جديد. ايوه مظبوط زي بالظبط كده. اللي مالوش ماضي ايوه مالوش حاضر. ايوه والواقع بيقول دلوقتي بيعدلها بيعض. ها انه انا انتم وانتم انا. تمام. من الحمار فينا بقى مش مهم. أيوة. ونبقى لنا ايه لنا كده شمخه في الكلمه. أيوة. خد بالك. أيوة. والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه مظبوط. ايوه والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه دي اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه ولا للغني. ايوه والله الغني. ايوه يا رجاله يلا بينا رجاله. ولا لكم تعالوا من هنا. مش ده بيودع على هناك برضه. يلا بينا رجاله. ولا
الآن أيها البلد، الآن الآن حان موعد الموجة الثانية من الثورة. انت فين يا فتحية؟ أنا هنا يا عيني، بسمعك وبتعلم منك يا لبي. ليه؟ يا لبي. لبي؟ إيه ده؟ وما فين؟ ما فينش لبي؟ لا ده كان سفان، إنما ده بنت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار أسود، بحبك أوي يا بنت والله. وأنا بحبك يا لبي. أنا كمان بموت فيك، بس أنا خايف الثورة تروح في اتجاه تاني الوقت وإحنا مع بعض كده. اهتف. أيوه. اهتف يا زعيم. أيوه زعيم، أيوه هاهتف. طب اهتف ورايا يا فتحية. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. عبدة؟ يلا يعني إذا كان سلبي مش هتبقى عبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. إرحان 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 يعني امشي. إرحان يعني امشي. يلي ما بتفهمش. يلي ما بتفهمش. إرحان 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 إرحان. عندي انتي عارفه يا مقتدري اني بقالي 30 سنه عمده الدنشواي ابا عن جد، عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال هم هيلاقوا في البر كله عمده زيك، ده انت مراعي مصلحه اهل البلد كلهم اخر حاجه، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحل. ما هي دي الشطاره، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم مرتاحه واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي يا عمدي. ايه يا عمدي؟ ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنج العنينة ونورنا يا حراميه. اخرف انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور، وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضه. غور يا ابن السرمه، هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمه من هنا. جبريلي والله يقطع خبر امك. ايه دي؟ اي عمده الواد اللي بيفتح عينين الفلاحين علينا، يكونش يصدق انه زعيم بصحيح. انت لازم تتصرف يا عمده. طب والعمل يا مقتدري؟ وهي دي الفكاره، ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليله، ارميه من فوق والليله يا عمده. طب افرضي انه وقع وما ماتش والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز، علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما، هترميه من فوق الحصيره يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليكي، ده انت مره سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهيه. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمدة. 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 يسكت يسكت حكم.
العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. هيسا هيسا عندي عمدتنا. عندي عمدتنا. هيسا هيسا انزل يا عمدة، انزل يا عمدة عشان تشوف الموجة الثانية من الثورة. الناس ايه؟ ما هي مش مشيت، الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفه يا سيليبي، بس ادي معاك. تعالى ايه الناس اللي مشيت دي؟ ايه فلول ولا ايه؟ ايوه فول، نفسي في فول وفحلين بصل بس وقرنين بصل بس. فاهم؟ جوعت جوعت يا سيليبي. يا بنت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع من امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرتني. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخيت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت السعيب بيهتف. يا ستة مش هتنامي على عيني اللي جابوني هتفت. خلاص ماشي ماشي يا سيليبي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا لمبي ايوه هريسه اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمدي، انا اعمى. اخرس يا كلب. عم هريسه جدو جدو. انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت بتطبل على الطبله؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشاره، اللمبي بيطبل على الطبله. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانه الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي؟ ايوه. أنا مبسوط قوي. ايوه انني فتحت قبل ما اموت. دولي وهقول لك على سر الكنز. قول. ايوه بس مش هقوله لك هنا. امال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجرة. هتقولي لي هناك تحت الشجرة ازاي يعني؟ فين الشجرة الشرقية؟ عارفاها. انت عارفه الشجرة الشرقية؟ ايوه ايوه خلاص ماشي. الشجرة دي هي فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستة كيمات وناكل برتقال ناكل برتقال. الله يرحمها الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. وتحذف لي بالبرتقاله. ايوه وفي ساعه تجلي حذفت لي البرتقالتين. ضيعت عيني بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص كنت تحت الشجر بقى. سد معايا بتحيا. حتى يا سيليبي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد يا خالد يا شهاده. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبري يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا النيكله والسحتوت لحد ما بيعنا هدمتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله دي؟ نروح كلتني ونكتم على نفس؟ بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحة مسرورة. انا عندي الحال. ايه؟ اكيد الاكيد هريسة دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها
اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك فرص بعجوة يا حاج. كلام موزوب صحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي. يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا. ده مهلك الجدي. ده مهلك الجدي. انزل. انزل حطيت لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيليبي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي انا خايفه. بس بنت بس بنت العلامه بس العلامه العلامه بتاعت الكنز بس. ايوه ايه سليب. مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ايوه. ما كدبتش يا سليب. وصفه الكنز كبات. الله انتوا مالكم متأثره قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي لا بقدرش اسيب ابويا وابي. ملهمش غيري. بنت ابويا وابوي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش يا سليبي. مش انا اللي ابيع اهلي. انا بالبلد دي بلد ابويا وجدي. انا مصري. برافو واحد وعوي. يلا بقى خلاص. روح يا سليبي. طب حروح عشان خاطر سليبي دي. ايه يا سليبي؟ ايه يا سليبي؟ يا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال. بصوا بقى يا جدعان، احنا جايين في مصلحه وحتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انتي وبنت عفان. ماشي. انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 هي. من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا اقتلوا هذا اللمبي. اقتل مين؟ هو يا عم الحاج. هو يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دلوقتي. اصحى لما نحقق يا عم الحاج. حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير. الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. النبي ليلتك عسل والله. النبي عسل ان شاء الله. هي. 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 ابو خلوب يا جامد انت. هي. اتفضل.
محمود شعبية، محمود رياضة دي، محمود رياضة هنا معاكم. كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف النهارده انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السنجه. سلم بي؟ لا. ما هي السنجه؟ السنجة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السفوريا يعني. السفوريا حتة كده مبرططة وحلوة. عجل عارفه. اكمل. بعد اذا هكا دخل عليا فروحت ظرف وانا بقى من تحت الباطو كده وطلعتك ورحت جايبها له الدم ده بقى ايه نفورة ورحت ظبطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت ومات. ومات من ده زمان. هذا الشخص لا ده هو لسه بيفرفل لحد الوقت الدم رفير. واو ما بيه. كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا بيه. سلم بي. يس ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا رئيس. لقد عينت سيرلين بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطة كده بيبقى حلو قوي. للسلخ ده اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطة منه دي بص كده اهو مغرقة دم كده. اوعى رائع. ندوة رائع سلم بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ هي الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد او في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند نازل الطالون فانا اروح ناطط من فوق السور بتاع القلعه واروح جايب كده موسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل نصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. نصر ايه؟ مدينة نصر؟ ميب. مدينة نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر. ايوه
وعد ناس العقاد. حسن حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شامة. وياسر شامة. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الإكسسوار. وملوك الإكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة عمال على الله عليه. سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. أموت أنا في الأوضة الصيانة. هي. سير لومبي. انت ايه هتعمل حاجه ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شويه بقى اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم ولا انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ استنى قوي حببت انت او ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي. ألو ليندي مدرب الكونغ فو الجديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوة لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تنسوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات مبدئيات الحلوحو. ونحن ما سنفعل القائد؟ ها؟ ايوة. ما سنفعل؟ نحن ما سنفعل القائد؟ لا اقفلك في حته بقى. انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا ايه؟ ها؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض انتوا؟ اه اخوان. انتوا اخوان؟ ها؟ اخوان؟ ايه؟ ده انا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكوا، هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجاله، مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض، ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعية في الخناق. أول حاجة هنتعلمها أنت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده. خلاص؟ خش عليه. أنت بالنسبة لي هتروح مديله بالركبة ببطنه. وأنت برضه نفس الفكرة تروح مديله بالركبة ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص؟ يلا العب. أنتوا عندكم أنا عايز نظام التهويش. اللي هو اوعى يا كده. ها تعمل ايه؟ تهويش. اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت. ماشي يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع تروح تهفف وكده. ها ماشي. وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك وانتوا تضربوا ببعض. بس يلا شغال يعمل حاجة. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي. التفه دي عجباني والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب. هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه 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 ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمي كفايه جسمي انخلص اسمي كفايه جسمي كده يا كده يا اسحن النون اسحن النون ايه ايه طلع لسانك كده. ايه عايز رحمة يا ابوك يا ابوك ايها الفارس. نعم. هذا هو هريسة. ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي. هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضه. اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. حبيبي عم هريسة
هجيلك انا. يلا يا ريش دميات دلل على ابوكو. يا ابوكو حديك بقى حمدان. حديك بقى حمدان اخليك تروح قربان. خليك تروح قربان وهوب فوق. وهوب فوق لو ليك الشوق. لو ليك الشوق وهوب تحت. أيوة فارس. نعم لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته ده؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. 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 اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور. اقف هنا دربهم. اين تذهب يا الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا. يلا حمكك. اقف. يلا قول ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا قول يا ايه يا ايه يا ايه يا مولاي حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك، اوعى لغزك. كفى لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. مولاتي أكمل. كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا اللمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أن أننا قناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي بعض البونبون. أمر سموك. فرودو بونبون سيما. هريسة والكنز. نحن في حاجة إلى عتاد الجيوش، وهذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضرباً من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن. اذهبي إلى هذا اللمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ؟ وأنت مولاي وسيدي، أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه وأنت
ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليبس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي! لا تذكري أفروديت أمامي، هي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري جاه الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آي فينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك يا دفعة النبي، هو هاريس فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي. سير لمبي، مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزها يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على الرفايس يا ولدي. شكرا كده. دستور سيدتي، ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لنا أصبر، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب. أنا إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير. إيه هذا؟ إيه خطيبك؟ نعم إنه كلب. نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرة لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد ليه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوت. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت هاريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقاً يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر.
أنا ذيك بهشام اسكندر. هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر. كأني لعبت عليك خطة التي دبرها مع الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش ملك. اوه ماي جاد، يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء، ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان هريسة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر وان مينيت. يموت اوروت يموت ليست هي المشكلة. لقد اخذ منا الماني، الكورونا، اند هاف كورونا، اند ربع كورونا، حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما امامنا. ما هذا الكلام ايها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب الى الجحيم دون ان يعلمنا اين مكان الكنز؟ دوق هضبة، انا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعا بصحبة الدوق هضبة ونكتم على انفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا ذوق هضبة. ونعم الرأي يا ذوق هضبة. Well done على ما يرام يا ذوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها أخذه لنفسي. أقصد أخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا ذوق هضبة. أحسنت الرأي يا ذوق هضبة. على ما يرام يا ذوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ زلمبي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ زلمبي. إذن هيا بنا يا رجال. إلي. إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا. هيا. اذهب وحدي لنا الشراب. أجل، والجزمة، الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز. شوز، ماشي. جد هريسة؟ جدو، سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. ايه ده جاد فازر دول ده ايه؟ انا من عائلة، انا الليمبي. وات ايه؟ مش هوط انا الليمبي، انا الليمبي. وات دو سي؟ يا عم الفيس بريسلي بقى، اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر الى هاتي. انصر هذه ايه؟ الدبانة الحمراء. يا للروعة، يا للجمال. أخي أنت بتقلقني منك ليه؟ وماله؟ الذبابة الحمراء. أيوة، سر العائلة. أيوة. الآن أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. أيوة. اقترب اكثر. اكثر اقعد في بقك يعني ولا ايه بقى؟ يا للجمال. ايوه يا للحسن. حسن. ايوه يا للروعة. الراجل ده انا قلقان منه، ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك.
كتاتي كان ليها تقاطيع؟ كتتك جولييت. كتتي جولييت؟ هي جولييت تبقى كتتي؟ وأنا روميو، روميو أنا. يا راجل، أنت روميو؟ مننك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله، يا لجمال العينين، نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون؟ وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حوضة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده، زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة. اقترب أكثر. أنا مش عارف الآن منك أنا ليه كده أهو. سأقول لك. أيوة. عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. أيوة. عند آخر ممر الزيزفون. أعرفه أعرفه. عارفة أنت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. أيوة، هي عارفة مكان السفون. أيوة. ها هو الموت يقترب. فين بقى؟ ها هو يقترب أكثر فأكثر. فاكسر فاكسر ازاي يعني؟ فاكسر فاكسر ازاي؟ كتي. او ماي جاد، لماذا قدمه مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيله كلها دي بترفع رجلها من الاخر. دي مكان الاعلان. بس انا عرفت فين. المفتاح معايا بجد. ها، هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ انا الامير شاهنشاه اسكند. صمتا صمتا صمتا. كيف تتكرك وتتكدس مع هشام اسكندر بهذه الشكليه؟ مطلوب القبض عليكم، هذه اوامر سمو الامير. هيا اخبطوا علي. مبسوطة يا بنت؟ اتركوني يا احمق. سيقتلوننا. إذا تعود بعثك تبعك في مصر اللي ما شفتك. ماذا تقول؟ بل أقول بل أفول. أعود بعد دماغك للشام للشباب تقال القنافة. لا تفعل كالنساء، كن مغوارة. بلا مغوار بلا غنبار. اقعدي بقى والمصحف حكلك على وشك في البنية بقى. اجري على الليلة والبنية والمصحف على السيدة زينب. هل ستتركهم يموتون؟ انه الليمبي مدرب الكونغ فو. هل نسي؟ هي هي انه انقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخرطة بتاعت ابي يعوم والمصحف. تنزل لعناتك على كل خائن، ليرعد الرعب، ليبرق البصر. أين اللعنة؟ أين اللعنة؟ لقد طلبت أن تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم.
هرسها قلب بعد الممر. هيا 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 يا سنود. اهو باب الكنز. باب الكنز. يابا يابا انتظر انتظر. الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يابا انتظر يا سلومبي. يابا اني اتيه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. ادخوني. انا مين يريده؟ انا ان هذا لبان عجيب. الغاوي. سامحيني يا مولاتي هشام. ادخوني. انا مين يريده؟ يا دي الليل والنهار والنسود والسواد اللي انا داخل خارج فيه. وبعدين يا جدعان في الكرافيك اللي انا عايش فيه ده مفيش مره اروح اضرب المفتاح روح خارج الكنز ويبقى الموضوع خلص كده. الله يخرب بيتك يا عم هريسه. والنور اللي قاطع ده ايه؟ يبقى احنا كده في مصر. نور قاطع يبقى احنا كده في مصر. عزيز هو في ايه؟ الدنيا ولع. مع السلامة عليكم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى احنا كده في مصر. الدنيا ولع ليه؟ أنا عارف. أنت بتشتغل ايه؟ أنا بالقافي حرامي. لا والله حرامي؟ أهي. بتاخد كام في الشهر؟ إيه؟ أنت ميزانية متوحة أنت. إيه اللي أنت لابسه ده؟ أنت بلياشتو. أنا إيه؟ بلياشتو. بلياشتو؟ بلياشتو أيوة. أه؟ بقول لك إيه والنبي حبيبي الملايين؟ انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي. ما شربت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره. وحبيبي اتفضل. تسلم. سلام عليكم. قال ربنا يرزقك يا رب بالحرام. معاكش كبريت والنبي يا زميل. طلباتك كترت. امسك يا عم كترت. ايه وانت بتجهز عروسه؟ سلام عليكم. الف سلامه. نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله. سلام. سجاير. برضه السجارة ما ولعتش برضه. أولع إزاي أنا؟ ممكن أولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركة والبركة والمركة. هنلمكم. اسمك إيه يا جدع أنت؟ أنا الليمبي. أنا ما عملتش حاجة والله. قدامي يا حارق القاهرة يا معتدي أسير. أنا هحرق القاهرة ليه؟ اقرأ حقيقة القاهرة. هو الصحافة صريخ لك كده؟ إشاعات؟ أيوة. واضح إنك ضنيع قوي. كله إشاعات في إشاعات؟ كله إشاعات في إشاعات والله. وإسمك اللي منور الجرانين. أنا ما أعرفش. أنا وقت مع العسكري وأنا خارج من الخرابة لقيت خارج من القاهرة الحادثة وأنا اللي حرق القاهرة. إزاي ما أعرفش؟ وصورتك والشهود؟ ده بقى سرعة النت. الكيكا بايت عالية هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قولي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده. هذا عاجبك؟ دي قرائن وهسألها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده. ايوه. اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده. ايوه. بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل. مدهش. رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من اعطاك علم الشياطين. يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول ايه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي انت متخفي من ورائه؟ ايه بقى نعم. دليل ايه؟ دليل ايه؟ انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا. دليل ايه حضرتك؟ ايه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان انا روحي بتلعب في مناخير. الف مبروك ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك. ايه حاجه عظيمه. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهره؟ حريق القاهره. حريق القاهره. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق ايه يعني؟ انا انت فاكر ان انا يجي لي قلب ان انا احرق بلدي احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. الذنب. انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم. والله؟ واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك، الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين.
واحنا كيف ودائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره، ايوه، لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهره. ساعتك لو سعيد ان انا حرقت القاهره، انا ممكن اسقط لك بكره احرق مسجد السمان والجيزه وبني السويس والحته دي، يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجه تاني؟ شوف انت عايز حاجه بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخليه؟ اتصال بمين في الخليه؟ بالراجل صاحب المنحل نفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجه انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت بقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزني ابقى صهيوني؟ خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس، شوف انت عايز اي بلد عايزني اركبها وابقى معاها واخبلك، بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم، ايوه، بكل المنشورات، شوف، المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه. نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعال اقف جنبي قول للمحضر اللي عايز. ممكن؟ ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك. فضل. والله لا مؤاخذه عليك. اتفضل. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه، ايوه، وبني السويس، وخش بقى ايه الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عابدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ والله شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. انت اكتب. وقد اقفل المحضر في تمام الساعه 7 و11 دقيقه مساء يوم، ايوه، 26 يناير، ايوه يناير سنة 1952. لا والنبي. 52 52؟ ايوه 52. 52 52. لا لا ايوه. اهو الملك فاروق جعفر اهو، ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي؟ حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7 و11 دقيقة. وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني يقول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو، ده بقى ميعاد هروب انا. هتقول الدول ده؟ خربت أم اللخبطة، اللخبطة من الواحد من الواحد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. قصر الزرزير الحيط ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي والعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه. تدعى الليمبي. الليمبي؟ وسمعنا ان الليمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي، الحكايه واضحه زي نور القمر. امال ايه اللي ورا الحكايه دي؟ القائد البريطاني البريجادير اوكسهام. طب والبريجادير اوكسهام دول علاقتهم ايه في الثروه؟ الثوره اللي حصلت في العنا؟ يا عزيزي اوكسهام هو راس الافعى. ايوه. اصدر امر الوزير الداخليه فؤاد سراج الدين باشا باخلاء سكنات الشرطه في العباسيه. اخلاء سكنات الشرطه في العباسيه؟ ايوه ايوه مهم طبعا يخلاء سكنات الشرطه في العباسيه. فؤاد باشا جن جنونه. ايوه طبعا. واتصل بالنحاس. اكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما
تتشقى بقى من العيال اللي هم البلطجيه ولا ايه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما انا ما نعجبك، ما انا اصلا انا خبيث يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناه. رفض تسليم القناه؟ والله عنده حق. بس كلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهره ايوه الجماعه المدربه. ده كلاب دي ولا ايه؟ هم مش كلاب، بني ادمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهره لاحراج النحاس. خلص قلنا اللي جابونا ودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمه. ماذا بقى؟ مصمم ان الليمبي هو اللي حرق القاهره، وبيقول هيجيبه هيجيبه. انا هيجيبه هيجيبه. انا في ايه يا عم؟ انت حاسس ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي، وحكم دار عاصمه وتاكس العاصمه، وانت شكلك اصلا مش من العاصمه، وبعدين ده عصر غريب وانت غريب وشكلك غريب، وعايز اروح المشوار الغريب بتاع امي اللي جابوني ده. انا هوصلك يا عزيزي، بس انت خليك محله. حاضر محله، وحله يا حله، مرضان كريم يا حله. اتفضل يا عزيزي. الليمبي ده ايوه مخابرات الانجليز وراه، ايوه مخابرات الملك وراه، ايوه والبوليس السياسي وراه، ايوه يعني هيجيبوه هيجيبوه. يفرضونا هيجيبوه ازاي؟ يقابلوني يا عم الحاج وش كده في السيده بسن سنجتي يا معلم، اروح معلم على الارض كده واللي يعدي الخط الثاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج، ده انا الليمبي اللي. انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي، كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحرية هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبة ولا حركة تردد؟ تردد. ايوه. دي احزاب جديدة دي ولا؟ احزاب جديدة لسه معمولة. اتأسست امتى؟ ده وانا جاي في السكة من هناك من بصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوه. معرفهاش للأسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. أنا ممنون منك خالص. وأنا شلتوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. أيوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لا والنبي. 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ أنت ظريف خالص. وأنت خفيف خالص. دي حركة إيه؟ الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. انا ميمون جدا. انا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه 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 يا ميمون؟ اتفضل. مع الف سلامه يا عزيزي. انا ميمون جدا من الفرصه دي. تعال. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. مع الف سلامه يا عزيزي. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف ايه. يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ انا على استعداد لارتكاب اي جريمه في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي اراء سديده للمتطوعين. الملك فقد صوابه والانجليز الملاعين بيلعبوا بيه روليت. مصر وقعت من براسن الابلسه. صحيح، كان بودي اعرف مين الشخص الامين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شقة تعبان، وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. سافر لك يا بدر. ما ايه ما بنطلوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ تمويع عشان الانجليز. شفت قال لك ايه؟ قال لك تمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوه دوره ايه؟ ده اشتغل او دور ايه؟ يلا يا فندين. دور ايه؟ يلا بلدينا. دور هو دور. يلا دور ايه؟ طيب دور ايه؟ بعدين اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني ايه؟ انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم، ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟
ماشي، ما انت حابب افهمك بعدين يعني. مصر؟ نعم مصر. مصر انت بتوقف بجو ولا حاجه؟ مصر خلاص، مصر مصر ملاكه ولا اجره. يجب الا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق بطريق بطريق ولا ايه؟ انت عطفة حنطور وانت عطفة شبارة وانت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات؟ وانت جبل المعز وضرب المهابيل، وانت اقلع القميص. نعم اقلع القميص. قال ايه يا جدعان؟ قال اولا اخش جوه ورشة الخراطة يقول اقلع الهدوم، وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص. انا تفكرني ايه؟ موزه ولا ايه؟ حلوه كلمه موزه دي، هتكون كلمه سر الليله. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعه قنابل. يا راجل ايه يا عم الامان ولا القنابل؟ وكل الحلقات مربوطه بالسلك ده. ساعه ما تخرج مجموعه الوزراء تروح شلل السلك ده. وانا شايل القنابل. ايوه، تقوم القنابل المنفجره وتقضي على المجموعه الفاسده. لا والنبي، وانت هتكون فين؟ أنا مع الصوار. الصوار؟ وأنا هكون فين؟ هتبقى في الجنة ونعيمها. لا والنبي. وهو ده دورك. أيوة طبعا هو ده دوري. تصدق بقى أنا كان عندي آخد دور اللي بيقلع أحسن. ليه بتسميها كده؟ أنت بطل بتقدم رسالة. أيوة لا أنا مش عايز الرسالة دي، أنا في غنى عن الرسالة دي. أنا مش عايزها، أنا مش عايز أموت شهيد، مش عايز أموت النهاردة، بكرة، بكرة الساعة 7:30. الله، مختار الدنجراوي بعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن روتينياتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نسحق ناس تحت الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه ايوه بس بالراحه شويه، هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام. والابن كمان، فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي حسن. احتشم. يعني احتشم؟ أنا هوزع المنشورات وأنتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا ده كان أخرس ولا؟ ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها أفجر وأقابلك على طول. أنا الناس دول باين عليهم مجانين، خصوصا الدلع اللي كان عمال بيحزق جنبي ده. يلا مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري. في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد، والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي، ولا إيه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا عمي. يا نهار اسود. جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت انهم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ ما انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا أنا عندي فكرة، أنا عندي فكرة من زمان، عرفت أنا. معقول لحقت تعرف لوحدك؟ أمال إيه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما أنا أصل أنا قور يعني كده. يبدو إنك ضليع قوي. وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الرأي ليه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. وأنا بهنيك على راسك النصح. أنا مش عارف يعني أنت إيه اللي عاجبك في القعدة مع الناس زي دي؟ مش فاهمة. المفروض تقعد في قلب البيت كده مستتة معززة مكرمة، ها؟ ولابسة الفستان الأزرق الشيفون ده. تحشم يا قليل الحياة. والنبي قمر، قمر على حتة كمان وأنت متعصبة كده. مع السلامة يا رفيق. رفيق؟ بقى بعد الليلة دي كلها وعمال ألاغيك وقلت خلاص أنا
وصلت معاكي وكده وفي الاخر ابقى رفيق؟ تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللمبي قبل الرفيق ده. على ترى لو شفت رفيق ده لظبطه. بديعة قوي. خدوا عليها. ايه 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 برافو برافو. فكرة هايلة يا علي اننا نتقابل في الاوتوموبيل بتاعي واغني شفاغ العيلة مننا وعلينا. خدام سموك يا ست الكل. تتملي اسراني بافضالك يا انجي، ما تتصوريش، انا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربيه البيضاء دي. لا مستحيل، مش متصوره. علي عم اغني ارجوك انزلوا انزلوا هاتوه. لا نجيبه فين واحنا نعرفه منين؟ علي انا ما كنتش اعرف عنك الخسه. خسه؟ انا خسيس يا انجي؟ انت اللي اضطريتني اني ابوح بعباره مؤلمه زي دي. لكن انت جرحتيني يا انجي، ارجوكي تراجعي عن اللي انت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا اكتر من كده، هاتوه. ادمك نادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربيه اخبط لي واحد. انت بتعايرني عشان انا ابن الجنايني؟ انزلهم انزلهم انزلهم. ايه يا جدعان؟ ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوت. هو متشنق ليه كده على فين؟ واضح إن إصابته بليغة جدا. عملت له أنا فين؟ أنت في الأوتوموبيل بتاعي. أوتوموبيل؟ إيه أوتوموبيل دي؟ صدمتك عندنا أصلا. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم، بس أفرشح عينيا ألاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. إيه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ود وطمأنينة للبل. أرجوك يا سيد. يا عم أنا مش سيد، أنا اللمبي. أعرفك يا علي، اللمبي أفندي. أيوة إحنا كل ودن وترنبيقة في قلب الترنبيل. عرفت خلاص، المهم يتهز في حديثه شوية. يا عم تهز بإيه وأنت بتكلم مقرئ؟ وبعدين هتهز بحزم لك وشك ده. أوه علي تصرفاتك بقت مضايقاني خالص، ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقول لك يا لمبة فندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني باورني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط، انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفير راس في راس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه اللي لقيت فيك؟ لقيت فيك انت فاتح ظرف دولاب بتدور على فلينات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مره اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميدة، علي ابو علفة، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات.
يا عيانة ولا يا انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي. اكم من مرة اقولك طرفة مبهجة ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مسألة قبول بقى من عند ربنا. شوف انت وشك راجع ضارب في الحيط ازاي وشك راجع ورا ما هيضحك ازاي. اطلع يا قرن على اي بنت اي بنت مشبوه اطلع. كداب سامحيني يا انجي مش هقدر ادخل معاكي. انت عارفه البرنس علاء افضل اني ما واجهوش وهو في حمه الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع السمين ولا مين؟ ده شقيقي. شقيقي يعني ايه شقيقي؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بقى اللي جابه هنا؟ يعني في قلب القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبي افندي للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبي افندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في قلب القصر جوه وسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبي افندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني لا بالعربيه بتاعتك ولا البيت ده بتاعك وقاعد عواله كده عويل في قلب المكان. انت بسالك انت ليه؟ الله ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام الجناين بتاعنا على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام خدام. ايوه ارجوكوا وانا مش عايزاكوا تشعروا بالزعر. البرنس علاء زمانه ناس تقدروا تتفضلوا معايا. وهو كذلك. يا عويل يا اللي ملكش مثيل يا رزيل. بتكلمني انا مش انت. لا انت زودتها خالص يا لمبي افندي. يا راجل اكذب انا زودتها بلا بتاع وانا بعمل لك قهوه تقول لي زودتها خالص. انت اوشكت ان انت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم اسحق ايه وانا اعمل ايه وانا همسح اوضه؟ يلا اجري يلا اجري بقى. صحيح يا لمبي افندي والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه ثانيه خالص. انا والدي تاجر نباتات نادره. نباتات رائع. انا اعشق الزهور. اي نوع من النباتات؟ بامبام من اكبر تجار البانجو في العالم. بانجو؟ ايوه عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي. هناكل؟ يا برنس يا سبحان الله اول مره اشوف برنس متاخر. عريته البرنسات. اصحى هنتاخر على ترابيزه القمار. ياه عايز ايه يا برنس؟ انا رايدك في شيء مهم للغايه. اتفضل. الست الصغيره مالها كبرت يا خف الدم البرنسات؟ لا دي جات ومعاها عارف عارف حيوان ابن الجناين اسمه علي. دي توسعت المرة دي وجات ومعاها اتنين حيوانات يا برنس. وفين الحيوانات دول؟ في الجنينة. جنينة ايه؟ جنينة الحيوانات؟ يا خف الدم البرنسات جنينة القصر سموك. انا هموتهم بقى واخلص. يحرق ايه ده؟ انت خايفة ليه؟ خايفة ليه من البرنس عيلة؟ اخويا شراني واحمق والبندقيه ما بتفرقش ايده ودائما ابدا بيشترك في مسابقات التيغو. طب ما طالما بيسابق في التيركو ايه اللي هيخاف منه بقى؟ لا التنشين على صحون الخزف. على كل إن لو شافني معاك ممكن يضربك بالنار. يضربني بالنار؟ تصدقوا طمني بالله اغزه اغزه ببقه. شيل ايدك من على الورده يا ابن الجنايني. الورده دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟
هو ده البرنس علاء يا لمبه فندي. يا راجل امال ماله رفيع في الافلام كده ليه؟ انت واخد كورتيزون ولا ايه؟ ايه يا عم اللولو؟ لو ما سبتش الورده لن اتردد لحظه في ارتكاب اي جريمه. يا عم انت بتكلمني انا ليه؟ وما هو اللي هو اللي ماسك الورده موجه يسلح ليك ناحيتي ليه؟ تراجع عن اللي بتقوله يا لمبه فندي. اتراجع ايه؟ ده ديت اطلع في كل البلف بتاعه وخلص. هتلاقي بنطلون وقميص مرمين على السور. ايه يا عم لولو؟ ايه يا عم البالونه؟ صدق وتؤمن بالله اطلع السلاح ليك الوقت اروح رشقك على طول افسيك هتفسي. اذا هكتب عليك العذاب الطويل والحرمان من الحب. يبقى انت اللي جنيته على نفسك. خلاص مش قادر. من لحظة وصوله هو طريح الفراش ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه نفس المشكل. أنا مش قادر أحتمل. أنا متضجر متضجر. وعلى المتضجر اللي قول متضجر. اتفضل. شايف؟ روى يا علي أويك. بكرة يقوم ويبقى زي الفل. اولا انا ما بحبش عليا ويكا دي. انت تعرف يعني ويكا؟ خالص. يبقى ما تقوليش عليا ويكا دي تاني. انا عارف انا يعني ويكا. اتفضل. يعني ايه ويكا؟ يعني واد مش مظبوط غويش يعني. اتفضل. حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني. مش ده اللي انقذك من رصاصه البرنس علاء؟ يا ريت كان القدر وقعها في صدري. كان ساعتها انجي هتيجي تزورني انا مش هو. انا متضجر متضجر. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انا مش قادر اصدق وداني. يا ابني ما هي الفتيجي بتجيب معاها زياره تكفينا كلنا. ايش بط على حمام على فراخ على وز. لكن يا والدي انا بحبها. بحب انجي يا والدي. حبي ليها حب عذري اقوى من البط والوز وكل الامور الدنيويه دي. اذا ما كانتش القسمه معاها حب بطها حب وزها. لكن ما تخسرش كل حاجه يا ابني. ده كفايه البيض اللي بتجيبه. ربنا يكملك بعقلك يا ابو علي. اصيله يا ابو علي. هروح اذبح بطتين. احجزي لي الزلموكه. زلموكه ايه يا والدي؟ انا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها. ما تعوضنيش عن ايدي. كبر لكم كلكم. يا ابني اخوها مش هيسيبك في حالك لان هو ابن الاكابر وانت ابن الجنايني. ابن الجنايني ابن الجنايني. بس انت بتعايرني يابا عشان انا ابن الجنايني. عايرك؟ عايرك ايه يا ابني اذا كنت انا الجنايني؟ خلاص خلاص يا والدي. اوعى تفتكرني بستعر منك. انت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راسي انا كمان يابا. صحيح ولاد حرام. يا ريس عبد الواحد. يا ريس عبد الواحد. ايوه مين؟ سمو الأميرة. سمو الأميرة؟ نهاركم سعيد. نهارك سعيد مبارك. افتح الباب عشان فستان سمو الأميرة. أهلا وسهلا. إيه الأنوار دي؟ أهلا بيكي نورتي الدار. يا ألف أهلا وسهلا. إيه الأنوار دي؟ أنت نورتينا. اتفضلي يا سمو الأميرة اتفضلي. نهارك سعيد. يا أهلا أهلا. أنا مش قادر أصدق عليا. اتفضلي سعادتك. يا ألف أهلا وسهلا. يا ألفين مرحبا. يا 3000 خطوة. يا سيدي خلاص يا سيدي. أنت بتنزل الباص قوطة. خلاص لمبة فندي ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد إصابتك بالطلق الناغي في صدرك. لا أنا ما الرصاصة ما جاتش في صدري. ما جاتش في الصدر. ده هو ضربني بالبندقية بعد جاء في صدري. بس هي سمعت في صدري. بقول لك انا كنت. لا كفايه مش من الضروره انك تتحرك. انا كنت عايز ابوس ايديك وابوسك واشكرك على اللي انت بتعمليه معايا ده. انت منهك ومحتاج ترتاح. منهك ومحتاج ترتاح. صحيح انا ايه اللي جابني المكان ده؟ مكان معفن ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكره. تعالى عايز اقول لك على حاجه. لا لا
الراجل اللي واقف ده شكل الاشكيل ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم. خلي بالك الحكيم قال كده، الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه. مين ده علي؟ ده ابويا يا لمبي فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. ايوه يا ابني، الحمد لله على السلامه، ربنا يهديك. بقولك ايه؟ انا جعان. يا حرام، انتوا ما بتاكلهوش يا غيس عبد الواحد، مالكمش حق. مين قال كده؟ عارفه جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، اكلهم كلهم. طب اسالي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لب افندي، ايوه انا جايبه لك حاجه هتحوز على اعجابك. ايوه ايه يا ترى؟ جايبه لي كندبيت؟ لا. ليبيا؟ لا. امال ايه؟ دي حاجه شهيه خالص. اغني خدام. الواد ده خدام اصيل. اتفضل يا لمبي افندي، طعميه. لا والنبي، جايبه لي طعميه؟ سنين وانا بسمع عنها، قلت افاجئك. سنين بتسمع عن الطعميه؟ انا سنين بقى مفروم مع الطعميه. ذوق الطعامه. حدوها. حقيقي عجبتك؟ بخا هجيب لك كمان. ايه خفيفه شويه ولا ايه؟ انت تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعاده لقلبك. هو انت جلبت السعاده لقلبي وبس؟ ده كفايه دي. جلبت الحموضة على جهاز العضلي كله. ايه ده حد عض في ايدي اهو اهو. شاهد الطعمية تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجة مني. بقول لك ايه، اسمه سميرة. انا في حد قاعد جنبي هنا عايز اعرف مين ده، لانه تقريبا سمع كل اللي احنا بنقوله. هي قاعدة في حاجة عندها؟ ها؟ الأزمة؟ جبت الأزمة. أنا سعيد أوي ومبسوط أوي يعني، عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. ايه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية ازاي؟ على فكرة انت حلوة قوي، ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة قوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح ان الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطة وصغيرة ولا ايه؟ اوهو لمبي افندي، انشي انا مهنك القوى. اجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شوية عليا. انت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف، انا حاسس كده ناحيتك فيه حنان حنان. انا بعيش ارق عطفة عشتها في حياتي. ايوه بقولك ايه؟ أخبار أخوكم طيبلس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة، وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجوغ عجين لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه امبارح. مش عارف الواد ده كان بياكل الزبادة اللي موجودة في قلب القصر عندكم ولا إيه؟ المهم إن أنت أهنتيه؟ طبعاً أهنته وقلت له يا دون الدون يا اوحش ما يكون. برافو عليك انك مسحت بالارض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده، انا حاسه ان مزاجي النهارده منحرف شويه. أيوه. تعال نركب العربيه. اوعى يا ابني اوعى يا ابني. اطلعي على اقرب حداد، عايز اشيل الكتف ده. هو اخويا ياخد دراع رجعني بدايه خلاص قديم. يا حريفه سلام
اتعشى بيه، اتعشى سلام، اتعشى بيه، اختاري سلام. انت ده تسعين قوي. ايش سلام؟ اعوذ بالله. اتعشى بيه. لان انت هل تفتكر بايش بتاعتك اللي انت بتقولها دي في حد هيديك حاجه؟ ده هيكرهوك الناس. بلاش غناسه، خلي يبقى ليك طله. انت ايه ثقيل؟ في حد بيضحك كده؟ ايش سلام يا غدا؟ اسكب ببقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله، مش فاضي انا، هتقعد تقول لي ايش ومش ايش؟ عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه، مش لاقيه يا اخي، مش ناقصاك بقى. ده ايه ده؟ كنز؟ جد اسمه هريسه؟ انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا خلص، والمصحف خلص. ده سقيل. كان لازم اساله هو مين؟ واشوف العلامه. تعريف يا سلام، اتعشى بيه. ايه الضحكه الخنيقه اللي انت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا لمبه افندي بتقلس عليا، اوديك الكراكون. لا طبعا، انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي؟ ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه، كان عنده قرف، عنده قرف شديد. انا كمان الدنيا مش سيعاني، انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سهاد. عنده سعاد؟ عندك سعاد؟ يا راجل عيب عليك. امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم، امك ميته ومش واخده بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم نايمين؟ عندك يا لمبه افندي، انا انأى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره يعني سعاد وقلنا ماشي، وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى، مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم، هديها عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبه افندي، انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد ده شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبه افندي، علي صاحب قلب صادق، ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل، هي عرفت عليك نادر يا عم، عشان انت تعرف سعاد ومشيرة، هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبه افندي. ايوه. تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا، انت تسالي اي سؤال في الديليكا، في البلاكار، في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه، بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده، بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح، كلب العرب مبوح. كلب؟ كلب اللي هو هنا هو ده. قلب؟ نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي، واي عبط بالضحكه الغلسه اللي بتعمليها. أنا يستحيل أوافق على جوازك من علي ابن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها، ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلمك إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهبلي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوك أرجوكي ما تكمليش. اللمبه افندي. لمبي؟ حد كان يصدق كده؟ لمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين،
ممكن يكون من أصل متدني. المهم إني حسيت تجاهه بعطف، سيطرت على شغاف فؤادي. أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يا إنجي، وصرفي نظر عن الجوازة دي. يبدو إن الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن أتراجع، أنا خلاص هكتغم بالليمبي فندي. طب وحبنا يا إنجي؟ حبنا يجب عليك يا علي أن تشعر بشعوري وتسعى لإسعادي. أعذرني يا علي. أنت بتعيريني عشان أنا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيرة والدك يا علي؟ الرئيس عبد الواحد أهمل الجنينة لدرجة أن الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى أنه الليمبافندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ستخو، أنت غاوية أولاد الجنينية ولا إيه؟ مش أفضل من أنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هغشم راس اللي اسمه الليمبي ده، حيث كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنيني. إنما الليمبي جامي. أنا خلاص أعطيت كلمة للليمبي فندي. أرجوكي تراجعي يا إنجي، تراجعي، وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقف نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي، الليمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركة على الأخلاق. كده كده. طب اتفضلي على اوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وانا مين اللي هيروحني؟ انا كنت اتمنى اوصلك، بس انا عايزك في كلمتين على انفراد الاول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعالى. انا اضمر لللمبي كل الحقد وكل دي كمان. افتح بقك شويه. اصل البق صغنن. بس كفايه بقى، لحسن المسانة اتملت عندي. خلاص. لا قولي لي يا انجي، هو انت فين بابا وفين ماما؟ فرشه ولا ايه؟ انا ماليش حد ارتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه انت واخده ازاله ولا ايه؟ انت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ يا ما ناس بيضحكوا وقلوبهم داميه. القلب الصغنطط ده لسه حدا يكون في باميه ابدا. انا لازم امشي بقى. اغفو لازم اوسطنك. لا خليك، انت لسه جرحك بليغ. يا ستي بليغ ملحن اكسجين وانا عارفه ما بتكتبش. الناس بتاعت انجل ما كنتش بدخل في الافلام. ما كنتش اتوقع ان الطعنه تيجي من اقرب الناس ليا. انا يا عم تواخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير. سعيده. عاجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. ما كنتش اتوقع ان الطعنه تيجي من اقرب الناس ليا. انا يا عم تواخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير. سعيده. استنى انا جاي وراك. عاجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. ما اتأصبت الإصابة دي، بس رب ضرمة فنرجع. الأكل للغدا ولا؟ سعيدا مبارك يا لمبافندي. أهلا يا نين. أهلا يا علي. إزيك يا علي؟ عساك بخير، شكلك صحتك كويسة. ده أنا زي الفل يا عم علي.
انا ما شفتش اكل وخير بالشكل ده. فراخ بالبيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. ايه ده؟ ده خير؟ وانت عارف بقى؟ ايه؟ كل كوم بقى والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كوم. تعبان ايه يا لم فندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز، خدته كده كان نازل، بص سنه بلدي نازله على بقك كده وبتزلط على طول. كلته؟ ده حلو قوي. وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه، جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا الخير عندكم ما شاء الله، الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 واقف صف ده ولا ايه؟ ارجوك ارجوك استنى يا عم، ما انا واخد نحو الامال ايه؟ وفيها ايه يعني؟ اهو ايه ده؟ الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده، هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحانات ولا هو عنده طلع بمنحه؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني؟ الجزء لوحده والسد لوحده ولا ايه؟ اتفصل، اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهز الفرصه دي ونقول له. لا نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك ما نصدمه. اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. لا اكون ممنون، يعني يعني مدين بالعرفان. عرفان؟ يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي، لانه ممكن يتشل. لا يا عم، لا يا عم، فضل ولا فلك يا عم، انت يشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله، انك تقعد تسجد له في كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. طب تستنى، بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشلل الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشلل الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبه فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك، يعني مش فاهم انت تقصد ايه. نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده معلش هو الغلط عندنا، انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه، اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانية مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مفندي. الله يخليك. انا والشفا. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي بقى ادوى، يعني انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص الوقت. ماشي؟ حاضر يا لمبه فندي. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. سعيده. فلت. ماشي. اكل مين ده يا ام علي؟ سنبي حارسه اللمبي. طب مش صح برضه يا امي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني. ده احنا بيت كرم. وانا كمان خبزه لسه بقى. صحيح. تكري شر من حسست علي. قلت لك اشرب. ماشي يا علي. يا سلام عليك يا امي، يا سلام عليك. عيش طازه. ده انت ربنا هيجازيكي على الكرم ده. ليك يتمر بس. يلا يا ست الحبايب. اخلص منك بالسن يا لمي. لا ده معانا ده جعان. جعانة يا ست ام علي. يا حبيبتي يا ست ام علي اللي احلى من اي ديسيرت في الدنيا. تسلم ايدك. مد ايدك يا ابني الا الاكل يبرد. يا رب يخليك يا ست ام علي، والله حنيتك عليا دي عارفه بتحسسني بحنيه امي، الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي بر نفسك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ادعي لي بس انت كده ان انا الاقي المتاح ها وده الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعشه والدنيا. اوعى ده اخر دلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مبسوط عندنا حبيبي؟ الحمد لله. نورنا حاج البق. ربنا والله يحبك. العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركه والنبي ايدك يا ابو سعد. استغفر الله. ده انت حبيبي، ده انت مأكلني ومشربني يعني اكل ومرعى وقول الصنعه احلى اكتر من كده. افتكرها يا لمبي. حبيبي الله يكرمك. ربنا يكرمك على دماغي من فوق. الله يخليك. ليه كده يا ابني الاكل زي ما هو ليه؟
ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبه يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطه. اه والله نفسي مسدوده مش عارف ايه. لا لا يا لمبي لا عيب. البطه الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا افتح لك نفسك. يا راجل قول ان انت عينيك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد ما تمد ايدك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله واجب برضه. مع الف سلامه يا معلم. سلام. على فكره ما شاء الله مراتك من المعلم دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها ها. بس يعني قصيده من حريم دقه زمان ما اتوجدش دلوقتي يا لمبي. عارفهم انا دول اللي مرميين تحت القطاره دول انا عارفهم. عقبالك يا لمبي. الله يخليك. اتعرفت عليا فين دي بقى؟ انا وام علي؟ اه اتعرفت يعني فين؟ كنت بتقابله عند صوبيا توتو. صوبيا ايه؟ صوبيا توتو تزقله كده من عند سلم الكبش وطلعت واي اسانسور في اي عماره من وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا يا لمبي اوعى دماغك تحدف في عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحه. ايه يا عم ده انت راجل زئ. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا علي. ايوه بخيرك ما تيجي ناكل يا لمبي. دمك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا والدي. ايه كده يا علي ابني ليه؟ اذان الفجر خلاص يا والدي. الصيام بدا. فجر ايه واحنا لسه العصر؟ صح النوم يا والدي، انت بس تلاقي ساعتك مأخره. ساعتي مأخره؟ طيب ساعتي مأخره وفهمناها. ازاي امبارح نكون في شوال والنهارده في رمضان؟ الله مش الارض كرويه تتنطط. الارض كرويه تتنطط حول نفسها 94 ساعه في الساعه. ايه الغب بقى انا ركعتين الفجر. وكل سنه وانتم طيبين يا اولاد. صح والسلامه. كل سنه وانت طيب يا لمبي. رمضان كريم يا ولدي. وحوي يا وحوي اليوحه. وكمان وحوي اليوحه. وحوي يا وحوي. اياح ما شاء الله ابوك جميل. طيب قوي. يعني انت عارف لولا منطقته دي كنت قلت عليه ان هو اهبل. انت مش بتاكل ليه يا لمبي؟ يلا كل الفراخ. لا ابو خلاص بقى الفجر الفجر اذن خلاص ما ينفعش عشان الصيام. لا انت مريض والمريض يحق له الفطور. لا والله. ايوه يعني انت دلوقتي عايزني اكل الفرخه بسم الله اللي موجود فيها السن. ان 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 ايوه. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لي كده؟ انت من الاشرار يا علي. لا من الاشرار يا علي. لا انا من الارياف. انت من الاشرار والتعبان اللي انت حطيتوني في قد جبن وانا نايم بالليل. لا والخنفسة اللي انت حاططها في ودني وانا نايم. لا والسحنية اللي حاططها لي في قلب جيبي. لا والكلب اللي رميتهولي. لا والبيت. لا ام 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 اتعرف يا ابني. انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ايوه كده فرن. انا كان كل هدفي ان ابعدك عن انشي. انت ما تعرفش احنا بنحب بعض قد ايه. ومن ساعه ما انت جيت الحب ده ضاع. انا احبها اعشقها أعبدها أدوب في هواها. إيه ده أنت عبيط ياد ولا إيه؟ اللي أحبها وأعشقها وأدوب. أيوه أحبها وأي واحد يقف في طريقي هقتله. مين دي اللي أنا أحبها ياد؟ وبعدين إنشي دي إيه؟ إنشي اللي تيجي جنب الموزز والحتت اللي أنا أعرفها، ده أنا أعرف بطيخ بعدد شعر راسك. يعني أنت ما بتحبش إنشي؟ يا ده حب مني ده 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 يعني عندي جثة ولونة برضك. دي صبة. لا مش صبة يا ده انا بشكر فيها ان هي مزة يعني. مزة؟ ام الوظة يعني. ما ده توبيخ. ياد مش توبيخ والله انا بقول انها بطة يعني. بطة؟ اه يعني حاجة ياد يعني مؤدبة. بنت مؤدبة حلوة. وبعدين انا لا يمكن ان انا الواقع بيحطم عليا ان انا ما ينفعش ان انا ابص لزوجة اخويا. ده انت اخويا. اصيل قوي. ربنا يبارك. يلا ناكل بقى مع بعض بقى عيش وملح من جديد عشان نبقى ابتدينا ايه؟ ابتدينا صحفه جديده. والله ما انا كاسفك. بسم الله. بسم الله خش على الفرخ. حاسب يا علي دي فيها سم. ان 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 فش. انا ممنون يا لمبي. انا ملمون انا كمان. الله يخليك. يلا الحق بقى اشوف ابوك احسن زمان بقول الدنيا العاده بره مش عارف مع العيال. ايوه صح. يلا اجري. سلام. على السلامه حبيبي. ده
خلاص ماشي يا ابني. أيوة يا معلم أنا خلاص كتب علي طول حياتي إني أفضل ماشي ماشي. نفسي ألفه في محطة كويسة تاخدني وترميني ناحية الكنز، وبعدها أخد الكنز وأطلع على بلد المحبوب مصر. يو ما أنت في مصر يا ابني. لا دي مصر القديمة، أنا عايز مصر الجديدة. زمان الامتحانات خلصت دلوقتي. تيجي بالسلامة يا ابني. الله يخليك يا معدي. إلا قول لي يا لمبي. أيوه. يعني إيه لمبي؟ والله مش عارف ده عيد والنبي أعرفها دار أخرى، أو ده سؤال ما سألتوش لنفسي أبداً تصدقي؟ أه والله، بس أنا أعتقد إنه اللمبي دي جاية من اللمبي والسوداني. الله يحزك يا ابني، الله يحزك. بقول لك إيه؟ أيوه حبيبتي. خد دي أزقزها وأنت في السكة. لا. أنا ميمون أوي يا أمي. الولاد أوفر دي. وقف عندك يا لص يا ونطي. نعم يا عم مشلان. أختي البرنسيس إنجي ضع منها بروش ألماز بخمسين جنيه. خمسين جنيه؟ آه. ومتمطع قوي وبتتكرع على خمسين جنيه. والبرنس عيلاق جه والبرنس عيلاق راح. الدبل نزل الكاوتش طلع. وخمسين جنيه؟ ده خمسين جنيه دي تمن كارت شحن بتاع أي موبايل. بص أنت، أنا ملياش في اللف والدوران والكلام اللي أنت بتقوله، ما فهموش ده. اللي أعرفه إن البراش بتاع أختي اتسرق وهي ما جاتش غير هنا الفترة اللي فاتت. أوراني قال لي. مين اللي قال لك؟ أوراني. طب أديك بتقول بنفسك أوراني. أنت هتنتظر إيه من واحد اسمه أوراني؟ أوراني وأفتخر وطول عمري خدام البرنس علاء. اتفضل فتش يا برنس علاء. أنا طول عمري عايش في البيت ده بشرف، وعمر اللقمة الحرام ما عرفت لي طريق جرة. نواف فيلم كرتون. الموضوع ما يخصكش يا رئيس عبد الواحد. إنما أنت دخلت بيتك لصوص، وأنا متأكد إن هلاقي البروش هنا. أسحب الكلام اللي أنت بتقوله يا عم الحاج. أنا مش نصوص. أنا عمري ما كنت نصوص أبداً. النصوص عندكم أنتم. مصعب انا لسه نازل. والله يا عم الحاج، والله يا حاج انا لسه نازل. وراني امرك يا برنس. فتشوا والله انا عملت حاجه. اول مفتاح والباب هو بيرميني في اي حته ومصعب. لقينا البرونش يا اخي. البرونش ده انت يا مفجله ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا لمبي. ايه يا ست انت معرقة؟ طلع ونطلع معرقة بتدعي خلاص. انا لازم اغسل شرف العيلة اللي اتمرمط في التراب. والنبي يا عم مشلان، انا مش من هنا. وهو اصلا انا دخلت من باب، والباب هو اللي بيرميني في قلب الحتة دي. والله العظيم لا، ده جزات اللي فتحت لك بيتي. يا عم انت هتعمل لي فيها شيطان. سيبوني ادي عليه دعوتين اجيب اجله، زي ما دعيت على هريسة وهو مخبول مرمي قدام الجامع. هريسة العبيط اللي انا قابلته ده فين؟ مرمي قدام الجامع. اوعى يا عم الحاج. يا معني اوعى 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 وانت تاني؟ تعال بقى مش وقت. تعال تعال بقى. اهديني تعال بقى. اتعشى بيه يا حبيبي يا جدي يا حبيبي يا عمو. تعال انا بس عايز اعرف، بس انت ليه مش عايز تشوف الدبانة الحمراء؟ اصبر بالله. ايوه او هنا دلوقتي اقدر اشوف العلامة. ايوه هنا تحت شجرة التوت. ايوه ليا فيها ذكريات انا وستة. كنت اقعد تحتها. تحت مين ستي؟ لا تحت الشجرة. تحت الشجرة بتاعت ستي. أزقولها في بقها توتاي. وهي تزقول لي في بق توتاي. حاكم بق ستك كان قد التوتاي. مش هتشوف بقى الدبانة. خلصني بقى. يلا وريني. اه يا سيدي اتفضل.
شوف الدبانه هي هي العلامه. انت حفيدي انت من صلبي انت حفيدي. خلاص بقى بلاش ده انت غلس قوي غلس حتى كمان وانت في كده وغلس وانت بتشحت. قول له على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول لك الا واني بموت. حاضر اهو. يا أفندية يا أفندية يا هضبة أفندي، هريسة أبو الليف بيودع وعلى ما أظن إنه بيموت دلوقتي حالا ومعاه وريسه الوحيد. وريسه الوحيد؟ مين؟ اللمبة أفندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد. يلا نشلل وابوري جتا وهتات ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب رايح على فين؟ ده فضل يستلف النص ريال والخمسة بيد لغاية لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا. إيه اللي بتقوله يا هباب الطين أنت؟ يعني إيه يا أفندية؟ هنترك هريسة يموت بسهولة كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز؟ أنا عندي فكرة. إحنا نروح كلنا كده بربطة هضبة أفندي ونكتم على أنفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين؟ إيه اللي بتقوله ده يا أحباب الطين التراخر؟ يعني إيه نهجم عليه ونكتم على أنفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس أبيض؟ أمال هنعمل إيه دلوقتي يا هضبة أفندي؟ يا أخي فزعتني يا أخي. إيه ده يا مصور؟ أنا عندي الحل يا ابني. أكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر الوريسه الليمبا فندي. يا سلام كلامك كشك ألماز يا هضبة فندي. كلامك رائع يا هضبة فندي. أي نعم يا هضبة فندي. يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بينا علشان نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخد الكنز لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع اقسمه عليكم. والله يا هضبة فندي كلامك كله قرع. اذا يا فندية مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقط من رقبته؟ الليمبي فندي. اذا يلا بينا يا فندية. على فين؟ يعني هكون رايحين مرسح علي الكسار؟ هنروح على هريسة وهو بيبوح بمكان الكنز للمبي. يلا بينا يا هضبة فندي. كنت فين؟ حبيبي هو ده بتاع زمان. انزل يا معلم. الكنز هو بتاع الكنز الباب هناك اهو. اوهو لمبا فندي. ده اسمها هندي ولا ايه؟ اوهو مين؟ سمو السميره انشي؟ لمبا فندي انا انشي حبيبتك. تغكني ورايح على فين؟ يا ست تغكك ايه بس ورايح فين؟ انا هطلع امشي بقى اتدهولت في البلد عندكم. انت كل امالي يا ست. اسمعيني لا امالي ولا حناني. انا عايز اقول لك بس انه علي انا اكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت اليك لاني توسمت فيك النبل والطيبه. لا اله الا الله. انا في الكلام الاسود بقى اللي انا مش فاهمه ده. دي ردود كلام عندي انا قلته ولا انت بتتكلمي اي كلام؟ اخوك البرنس تيوبلس لو عرف ان احنا الاثنين هنرتطم ببعض رسمي هينفجر فينا. لمبا فندي. ايوه انا اشعر بالوحده. طب ده رد على ايه؟ انا عايز افهم ده. ده رد على ايه؟ انا احب الهواء الطلق والمصحف المفتاح في عينك يا انشي بقى. مش كده بقى. الحاله. لا بص لا. طب بص انا هجيب لك حد بقى فعلا هيفهمك من القبيله بتاعتك. يا علي يا سيد علي. روحي علي روحي علي. دافع عن حبك لاخر مدى. لازم نجاهد في الحياه بقوه ونشاط. اذا فليكن. تعال عايزك تهدي بقى يا انشي. اقدم لك علي. علي ده واد كفاءه وعلي حق واكل شارب نايم انا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض. يعني رجوله رجوله. الواد ده غويتشه من الاخر يعني. خش عليا خش انجي. انا ايوه
انجي انا الكلمتين اللي قلت انا قلتهم له في السرير وانا معاك في السرير قول ها لحظه عشان عشان انا احبك انجي انا احبك ايوه اعشقك ايوه ادوب في هواك ولكن يا علي من جهة ميلي إليك ما تكمليش أنا فهمت مقصدك أخويا علاء هيقف حائل ما بيننا تأكدي يا عم استنى يا عم انت لا تأكدي استنى يا عم دي بتقولك أخويا حامل يعني انت هتلبس الواد اصحى من الأول يا تأكدي يا هانم أيوة إن عيون العدالة ساهرة الله انا مش فاضي يا عم انا عندي عايز اهرب انا اروح رايح لقدر ينتظرني الان اهو اهو يا ورني بقولك ايه ارمي عالواد ده اخوها في يوبلس ده شويه مسامير تحت الرجلين فرقه امسكوا ورا الكنز